أهمية التطور الرقمي عاملين ايه وحشتوني عارف ان انا جبت فترة كبيرة بس ده علشان في مقر جديد والمقر الجديد ده كان محتاج اجراءات والاجراءات الواحد دخل فيها في دوامة مش عايز اتكلم على اللي حصل لكن الصعوبات اللي احنا بنواجهها بتخلينا دايما نتطلع للاحسن للافضل وعشان كده من قلب المعاناة اللي انا شفتها دخلت على النت وعملت سيرش مين قال المعاملات الحكومية لازم تبقى معقدة ليه دايما ببقى ناسي حاجه وانا واخد معايا كل حاجه وانا رايح ليه دايما في موظفه بتفطر مش فاضيه لي ايه ده حضرتك واقف قدامي ليه يا فندم في حد يجي لحد الساعه 10 الصبح اه ناقصك ختمين ولو سمحت بس عشان ده ميعاد اللانش بتاعي او موظف سايب الجاكيت على مكتبه على اساس ان هو موجود وهو مش موجود بص هو طالما سايب الشورت بتاعه على الكرسي يبقى موجود ما تقلقش استنى بس خمس دقايق بره حاجات كلنا بنعاني منها ومن هنا قلت اكيد في حل في دوله من الدول احنا ما او يعرفوه ومش عايزين يقولوا اه اللي انا هتكلم عليه هي بوابه ناجز في المملكه العربيه السعوديه انت متخيل انجازك لما تدفع فاتوره الكهرباء او الميه بالانترنت اونلاين بتبقى في قمه سعادتك لكن تخيل لما انت توصل لمرحله من التطور والتقدم انك توثق عمليه بيع وشراء عقار اونلاين قالوا شركه شحن اونلاين تخيل مفهومك عن الاونلاين واللي تقدر تعمل بيه يتغير تماما ليواكب العصر كله او زي ما قال باص في توي ستوري الا اللانهائيه وما بعدها عن طريق بوابه ناجز كل اللي انت بتقدر تعمله ان انت ترفع هويتك وهويه المشتري البيانات وطبعا مواصفات العقار وصور ليه لو موجوده وايصالات البنك وهوبا من غير ما تشوف ولا يشوفك كل واحد فيكم بتوصله له رسائل اس ام اس بايع ومشتري زي طبقتين حمايه اللي هما تو اوثنتيكيشن فاكتور وبس يا معلم تجاهوة العمليات دي بتحصل على مدار الساعه انت متخيل سوق العقار في المملكه وصل لايه كان زمان القيمه ليها سقف 3 مليون دلوقتي اترفع لحد 20 مليون انت متخيل ده غير الوكالات اللي انت بتعملها اونلاين كمان تقدر تعمل وكاله لاي حد في اي وقت لان في اكتر من 360 نموذج وكاله خلاص رحلتك للطباعين في الدور الرابع انتهت وعشان تجيب فكه من الدور الارضي برضه انتهت طبعا شكرا للبنيه التحتيه شكرا لل5 جي وعلى راي المثل العقل السليم في البلد السليم ده انا اعرف ناس خايفه من 5 جي ملهاش حظ انت عارف كمان في وزاره العدل السعوديه ده وصلهم لايه؟ ان المحاكمات بقت اونلاين، تحضر جلسه اونلاين، تترافع اونلاين. انا اعترض يا سياده القاضي. ده كان مجرد اعتراض بس يا سياده القاضي. <applause> حتى تنفيذ الاحكام لو صدر حكم في حد والمفروض يدفع لك هيطلع الحكم ويتحول لك وانت قاعد في بيتك الخدمات اللي بيقدمها ناجز توثيق وبيع وشراء العقارات الوكالات الالكترونيه نقل الملكيه العقاريه وكمان في خدمه جميله جدا لكبار السن هي كتابات العدل المتنقله طبعا اهالينا ربنا يحفظهم مش متطورين زينا في التكنولوجيا فكان لازم خدمه تليق بيهم وتريحهم انتوا متخيلين الموضوع ده ده نموذج حي على ارض الواقع شغال الاجراءات دي اللي عملتها وزاره العدل في المملكه العربيه السعوديه مش بس ساهمت في التسريع دي كمان بتخدم رؤيه المملكه في الحفاظ على البيئه اقول لك ازاي؟ انتوا عارفين ملايين الرحلات هتتوفر ما بين سيارات وطيارات عشان تروح تنجز معاملتك، ووزاره العدل تقريبا بتوفر حوالي 8 مليون ورقه. وداعا يا بيبرز، وداعا. الخلاصه، بوابه ناجز مثال حي في المملكه العربيه السعوديه من وزاره العدل، على ازاي ان انت تقدر تسهل على المواطنين والمقيمين الاجراءات، واتمنى ان الموضوع ده يعمم على جميع الدول، لان كلنا بنعاني من لحظه تخليص المعاملات الحكوميه، كلنا بيجي لنا كسل، ملل، زهق، واكتئاب. ومش عايز اتكلم في الموضوع ده اكتر من كده.